أنا يعني ببساطة أقول إنه هذا القانون يهدف إلى تنظيم حركة الملاك الوظيفي للجهاز الإداري بالدولة حسب الاستحقاق الوظيفي، حسب الخبرة، وهذا طبعا فشيء جيد وممتاز إنه البرلمان أقرب هذه الفترة حتى الناس تأخذ حقوقها. مثلا أكو نساء يعني موظف يستحق أن يكون بدرجة أعلى أو وراتب أعلى كذلك ومنصب أعلى. يعني مثلا هسه أنا قبل شوية استمعت إنه أحد المتصلين يقول أنا حرفي شنو اللي أستفاد بالضبط. هذا القانون حتى الحرفيين حتى الحرفيين في الجدول أعتقد الجدول الخامس أو الرابع إذا موجود يمك تقدر تطلع عليه. نعم. أعطى للحرفيين الحركة ورفع التسكين لكي يكون بدرجة أعلى وبراتب أعلى.